نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباح بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباح I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, silly morning, and the taxi's waiting, it's blown its horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me and hold me like you never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh baby, I hate to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, silly morning, and the taxi is waiting, it's blown its horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. تقرا؟ لا يا زول. ايوه الورقه المكتوبه عندك دي مكتوب فيها شنو عارف؟ امر تفتيش لهذا اداه استخدمت في جريمه قتل ما صاير تفضل معاك الصول سيف العجل معروف باللورد اللورد قلت لي ما فتشنا صح؟ اللي هو الورقه الو انزل وحياة الليلة راحات ثقيلة انتوا بتنزلوا وبتلعبوا متسايخ خلاص في النهاية بستلم انا سليم منو والله العظيم وين اللي بستلمها انت ده السليمة ها انت يا توي بستلمتها
اليوم انا مبارع ما جري 50 وانت انا ما جري 50 50 جري ما جري جرتو اي والله انتوا خرخارين. زلطة وصل يا شباب. انت متاكد من الكلام ده يا حسن؟ متاكد، شفت بعيني الطرحين نزلوا وقعدت شويه بعد ذاك جيت. طيب ما كان تكلمنا؟ استنيت انه يخش عليه وبعد ذاك جيت اوريكم حاصل شنو. انتظرته لحد ما دخلوا حتى بعد ذاك جيت. طيب ده المنظر يا اخواننا ذاته ان احنا دايرين انه راح سريع كنا راح نجيب حاجاتنا. راح لما الحاجات دي قال نجيب الحاجات دي كلها. راح مالك وشك اتقلب كده؟ انت ما عارف الحاضر شنو؟ انت قاعد وين هذول انت؟ انت طاير في الجو ده طاير؟ محلق؟ لا انا اساسا كابتن طيران. عارفين انك كابتن طيران وعارفين انك طاير اليوم كله. طاير في السماء هاي وبعدين؟ انت عارف؟ انت ما عندك اي علاقة بالجريمة دي. طيب ما تقول كده من قبل ما طيرت قلبي؟ لكن في مشكلة. يا ساتر. المتهم شافوه تلا في بيتك هنا بعد الجريمة باعتبار انه بيت فاضي يعني ومهجور كده. لا الحقيقة انا طبعا انت يعني عارفين انك شنو؟ ما مزوي وقاعد براك واليوم كله طاير. اي ما انا الحقيقة يعني برضو عارفين ليه اليوم اجازتك؟ احنا انتظرناك كثير جدا عشان تجي ونفتش ونلقى العتلة. نعم؟ اداة جريمة هو قال رماه هنا. مين اللي قال؟ المتهم. انتوا قبضتوا؟ طبعا معاك الصول سيف الدين العجب الملقب باللورد. انا قبضناه لكن هو ما متاكد تحديدا جدع وين لانه شنو كان تاشم. تاشم؟ 78 جرعات عن اذنك مخمور يعني. هند يا هند خلاص امشي افطري. ما عاوزه الكفتيريا برضه فيها شبكه بدل واقفه كده مقهيه. اسمعني سعادتك يا زول فيك اليد كلمتك ما تمسك اليد يا معلش انا البيت ده بقفله مظبوط تراب ما بخشه وبعدين لما جيت راجع لقيته برضه مقفول معناه زولك ده لو رمى العتله اكيد ما رمى جوا هنا. ملاحظاتك صح. انا طبعا سالت بره كده حول المحل وكده وحول البيت لقيت بتاع الدكان بتاعكم ده قال هو سمع صوت حاجه عملت تمبرو. ما فاهم يعني معناها العتلة دي وقعت لها فير. معناها لقيتوها. الحمد لله. طيب معناها كده الموضوع انتهى. لا انتهى تمام. الحمد لله. يلا. أنا اتصلت بزملائنا بتاع الدفاع المدني عشان يجي يطلعوها. عزبتينا، جننتينا يا أخي. مكان آخر لك الصفحة الفنية، مواضيع باردة ومتوفرة. يا بيت انا بتكلم معاك؟ ولا كلمة. الو؟ متأكدة؟ طبعا ده مصدر موثوق منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت سيد البيت مش كده؟ اي سيد البيت. عبد اللطيف مسامي. انت ايوه صاحب عمود ركن المدينه. لكن في الصوره في الجريده صغير هندي فرح صحيفه. صوره يا منصور. شنو يا استاذ؟ انتوا ما بتخجلوا؟ الصحافة دي ما بتشبعوا منها؟ ما تدوا فرصة للشباب؟ للشباب انهم يحترموا استاذتهم.
صلح العبارة يا أستاذ. أنت قصدك إنه يكون تحتكم ما يمشي ولا خطوة؟ يمشوا، لكن يمشوا بزمنهم، مش يصلوا طوال. أنت حتديني محاضرة؟ اعتبريها نصيحة. شكرا للنصيحة. عفوا. حداثة. أصالة. هي شباب، رجعوا لي الصواني دي محلها، رجع لي الصواني دي محلها. وانت دخلك شنو؟ الصواني دي بتاعتي انا. اسمع لك، الله ما عندك افلام بتاعت كاسوري؟ يقصد ليك كوكو افلام اكشن؟ لا ما عندي. هندي 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 ما ما عندي. غريبه، الغريبه انه تشبه ستايلك، لكن بيني وبينك ال 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 الستايل ده ما جاي معاك. الله يعزك. تعالوا يا شباب، انا عندكم اسطوانه زي يا اخي. بالله بلا ابو الشباب، رجع الاسطوانه دي محلها، دي اسطوانات نادره جدا. سلوى عبدو المذيع؟ ألقى الصباح؟ مساء الشجر؟ سلوى عبدو؟ ده حلم، ده حلم؟ الكابوس بك حلم؟ أنا جاهزة يا أستاذ. يلا يا سلوى، يلا عليك الله يا أخي، ما تضيع لنا الوقت، ساكن عليك الله، اتحركي. لا لا، أنت الحلم رجع كابوس تاني. حلم يا أستاذ. البطارية جاهزة؟ جاهزة يا أستاذ. آه عليك الله يا أخي، أنا داير تغطية حية وأدق التفاصيل. ما تشيل هم يا أستاذ، ولا دك بروفيشنال يا أستاذ. أيوة، وبعدين داير الغرفة دي نعتبرها غرفة عمليات، أي حاجة ما محتاج لها جيبها في الغرفة دي. جدا. أيوة، بعدين وين ال اسمه شنو يا أخي؟ ال بيشيل ساهر. وين؟ ساهر ده عيان يا أستاذ. ماله؟ عيان. طوالي وعيان؟ طوالي، طوالي عيانهم، دي مواعيد عيا فيها، ما كلنا عيانين وشغالين يا أخي. الله. يا اختي حكايه غريبه. خلاص يا اخي، حيشيل المونيتور من يعني. اوي ممنوع. اوي قوم 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 قوم. يا اخي فاضل لك مراكدك شنو؟ راكد سايب شنو؟ راكد سنجل سايب شنو؟ هات المونيتور ده، شيل المونيتور ده، اتحرك معانا. يلا يا اخوانا، يلا 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 راكد راكد راكد. يلا يلا يلا. لا لعب كنت تقيل خلاص. ما تنزل يا أخي. ما تصبر. ها؟ شوية كده أخوانا. شوية. ما أدري جم هذا. سوي تعال تعال. كده عادين. أنت مش كده. أنت مش كده عادين. كده. يا سيد. ما شوين؟ أخوانا ده ما بيتي. اسمع، ده بيته كان. انت صاحب البيت هنا؟ ايوه. طيب نحن ناس لجنة المقدمة. نعم. بس تأمين يعني. سعادة المسؤول الكبير جاي عنده خطبة للجماهير هنا. بمناسبة الموقف المتأزم ده. عندك منصة؟ نعم. لا خلاص، بنجيبها معانا هنا. ما عندكم جماهير أكثر من ديل؟ ما مشكلة، بنجيبهم. أي شوية كده، شوية كده. سلوى عبدو. تفضل معانا عشان توريه المداخل والمخارج تحت البيت دي. عاجبك كده؟ قاعد طبعا ولا يهمك، ما خلاص كتبت اسمك وقعدت، ما فارقه معاك قضيه زي دي.
هسا انا اعمل شنو؟ اهل المقتول ما عايزين يقابلوا زول، والقاتل مقفول، ما عندي طريقه غير سيد البيت. قعدت تنقنق وتتكلم معاي لحد ما راح مني ومنك. ده الفرق بيني وبينك يا هند، الفرق بين الخبره والتسرع، الفرق بين القدره على الصبر والشفقه. انت بس عايزه في لحظات تنتهي من التغطيه بتاعتك عشان تمشي تشوف لك موضوع تاني، اما انا لا، عندي قدره على الصبر لغايه ما القى فرصه حتى لو ابيت هنا. على قولك ده الفرق بيني وبينك، اقعد انتظر انت هنا، انا حاشوف لي صرفه لحد ما التامين ده يخف. رح يا منصور. الباب مفتاحه وين؟ ما عارف. ما عارف. انت مش ده بيتك؟ الباب ده مكفول له سنين. انا البيت ده على اختي الاوضه بتاعتي والصاله بس، الباقي ما بيلزمني. يعني احتمال يكون مفتاح عند ايزو صح؟ لا انا ما عندي علاقه بايزو، لا عندي اصحاب لا عندي اي علاقات اجتماعيه. طيب الباب ده بيفتح على وين؟ على الحوش اللي وراني. الحوش اللي وراني عنده اي باب غير الباب ده؟ اي. اروح اوري لليو. سوي شنو انا اشوف كيف اضبط الكادر بتاعي كيف بدون مونيتر. اعتمد علي يا استاذ. طبعا هعتمد عليك غصبا عني. شنو؟ لا طبعا، انا حازم بتجيبني سمينه في الكاميرا يا استاذ. يا سلام يا سلوى، يا اخي الناس في شنو وانت في شنو؟ يلا يا اخوانا يلا نمشي نشوف لنا مواضيع تانية لغايه ما يطلعوا العتله دي. بعدين اللحظه اللي بيطلعوا فيها العتله لازم المونيتر ده يكون قدامي. ان شاء الله تمشوا المحطه تجيبوا مونيتر تاني. اسمع دقيقه، سيد البيت اهم من المونيتر. واضح تفضلوا. قصة عيب. لكن يا سعادتك الموقع ده جنائي ما سياسي. اي نعم المرحوم شخصية هامة ومعروفة، لكن برضو يا سعادتك الموقع ده يتبع لي سعادتك انت. القانون هو اللي بيقول كده. موية اي جنبي موية للقانون ده ما معي. فهمتك، ابي له اشرب مويتي يعني. احنا حنظلنا رابط في كل المواقع ونتابع ادق التفاصيل، وعيوننا مفتحه وما نايمه، وكنا بنتعشى منه لمتنا دي تكون في افتتاح مصنع او مدرسه كبرى، لكن برضه لمتنا دي لاحقاق الحق يعني. وبتمنى من اخواننا الاعلاميين انهم يترفقوا باهل القتيل لانه احزانهم لسه ما بردت، وعزانا انه المتهم في قبضه العداله، وبالوصول لاداه الجريمه بتكون يعني اركان القضيه اكتملت. بس يا شباب يكون الحاصل شنو برا؟ والله ما عارف، لكن اطلع لكم برا اشوف الحاصل شنو اجي ولا ما. وليه تطلع برا يا اخي تبوظ لنا اللعبه؟ انت تليفونك ده مشهور رادي؟ ايفيو. طيب ما تشغله يا اخي، معقول ان احنا حنفهم اكثر من الناس اللي زاعوا؟ لا والله. طيب ما شغله. بتمنى تضافر الجهود، وبتمنى انه يعني تتوفقوا في انكم تطلعوا اداه الجريمه من البير ده، ودي طبعا انا بفتكر انه مهمه ما سهله، وسعدنا فيكم كبيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والعتله
العتلة وقعت في البير والعتلة وقعت في البير ورماها واحد غدار وصل ضرب التلفون والعسكر واقف طابور مدخل زول انت منو؟ انا زول زيك بيخاف من لمة الناس. انا ما في زول زيي. انا زيك كنت قايل كده، كنت قايل ما في زول زيي لغاية ما سمعت بيك انت. سمعت بي وين يا زول؟ انت زول سايح ما جايب خبر، الناس دي كلها بتعرفك، ده يكلم ده وده يكلم داك وداك يكلمني. كلمك؟ قال لك شنو؟ أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج من قلب الحدث، ها نحن في سنايا المكان نبحث في الليل عن جنودنا المجهولين الذين يعملون في صمت، وها نحن نلتقي بأحد هؤلاء الجنود وهو يقطر عرقا. مرحبا. ده ما أعرف ده موين. أهلا بك عبد اللطيف، عايزينك تكلمنا عن الجريمة. بعض المجرمين بيفتكروا إنه صعب علينا شغلنا، لكن إحنا طبعا هيهات إحنا عايزينك تتكلم لنا عن العصابة واللي بيعملوا فيه. عصابة؟ حسب علمي إنه المتهم واحد دخل يسري. أعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا الغدر. كت طول عمري وانا في حالي، ما عندي صاحب ذاته سيخفي عشان بعد ذاك يخوني. حياتي بسيطة، حتى العرس ما فكرت فيه. أي فكرة لو في الخيال البعيد ممكن تسبب لي مشكلة ما بغش فيها. يعني خلاص ضمنت إنه ما حتواجهك أي مشكلة تانية يا زاهر؟ كاميرا 5 4 3 2. أعزائي المشاهدين، آنساتي سادتي. آنساتي سادتي، طبعا لحظة، آنساتي سادتي، سيف الدين العجب، الصول سيف الدين العجب المرغب باللورد. طبعا نحن شغلنا ده يعني أواصل طوال؟ أواصل. شغلنا طبعا يعني لازم يكون فيه دقة. يعني انا طبعا قدامك ده الوالد قصاص بتاع عتر، جدا ذاته العجب الكبير. يعني اسره معروفه قصاصين عتر، بيقصوا العتر حتى لو كان في زلط، وحتى يعني حق بشر وحق بهايم. فشغلنا ده له اثر، يعني لازم الخبره فيه. واحب اهدي، ممكن اهدي؟ اتفضل. اهدي التهايا للا عبد الجليل بالحصعيصه وخطيبته، والى اخوتنا ماني بالمملكه المتحده، والى كل ابناء دفعه 48 يا ساعتك كم مرة قلت أربي عصفور، قلت أني صاحب سوا، لكنه هو جوه القفص.
حسيت بعيونه بتشبه عيوني. تخيل نفس عيوني لما كنت بعين للدنيا بانكسار وخوف. قلت طيب بدل ما انا والعصفور نتحبس سوا ما نطير سوا. بدل ما عيوننا تلاقي عيون تكسيره خلي عيوننا تلاقي السما. معقولة بس؟ راجل لا زوج ولا حتى خطيبة ولا جار يسأل عليه ولا نفهم منه الحاصل شنو؟ يا أخي حتى المصور ما عارف حاجة غير الطيور دي. اسمعني يا منصور، أنا عايزك تصورني قدام النسر ده، لكن لا شيل النسر وخد لي أسد. أنا عايزة الصورة تكون مشوقة للقارئ، عايزة فيها إحساس بالوحشة. يلا رح تاني واحدة كده كده. رهبة وحشة. ودلفنا إلى مكان تتدلى أشجار اللبلاب فيه كالثعابين التي تبحث عن فريستها، ومجتزنا غابات الثعابين تلك حتى التقينا بساكن المكان وتملكتنا الدهشة. نحن أمام إنسان هذيل الجسم ياحد العينان طويل الأظافر ذائق النظرات. وانا خفت، احسن انا امشي نص الناس واكمل الموضوع. في مساء بارد وفي ليله هادئه، في جو جميل يقطر. ستوب اجيت اسال عليك الله. ده شنو الملل ده عليك الله؟ طيب ان احنا ما نرجع لبرنامج علق المساء ونخط لنا موسيقى ناعمه ونخلي الضيف يتكلم عن الخريف وطيوره. وين الإسارة؟ أنا حاسس إنه قاعدين لنا في روضة ولا جاليري بتاع فنون. يا إخواننا نحن قدام جريمة عصر. وين الخوف؟ وين التشويق؟ بيجي كله يا أستاذ. بيجي متين؟ بعد ما الجريمة تنتهي؟ بعد تطلع العتلة من البير. أنا عايزك تكون قريب جدا. أنا عايز أشوف الموية نازلة من العتلة طق 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 وأسمع صوت الموت طبيعي. فاهم؟ واضح يا أستاذ. لكن أنت حتقعد هنا لمتين يا ابني لغاية ما يمشوا. يمشوا؟ لكن لبيتك أنت. ما في زول بيخلي بيته للأغراب. ما بنتهم يشغلون بيمشوا. امشوا الناس الشغالين دي، احنا ما قلنا حاجة. لكن الناس الجايين هنا يقلوا في الأخبار دي ويقويروا فيها، ده لأنك انت ساكت. أنا ما حضرت نفسي ليوم زي ده. ما كنت متخيل إنه الدنيا الآن طول عمري بعيد منها ممكن تتلبى لي كلها في يوم واحد. دي مشكلتنا يا ابني. مشكلتنا إننا بنأهل العالم ده وأخباره كان حاجة ما بتخصها، لغاية ما الخبر البعيد ده يدخل حياتنا. أنا الأخبار ذاتها ما بحضرها. أنت خلي لي خبر ده شنو؟ أنا لا بعرف القاتل، لا عندي علاقة بالقتيل. أنا في النص صدفة بس صدفة. أنت متأكد؟ أيوة ساعتك. عايز جناة ساعتك. لا ساعتك بس منتظرين المعمل الجنائي ونطلعها. ايوه ساعتك.
سعادتك الموضوع ده سري جدا، ما في اي زول عنده خبر، ما في اي زول عنده معلومه غير دي. ايوه يا سعادتك، الله يخليك يا سعادتك، ده الواجب يا سعادتك. حاضر يا سعادتك. متأكد هيطلعوها 200؟ شوية الزول اوعى يكون عارف بالمعلومة المهمة دي. ابدا. اذا ما تشيل هم، بالبنط العريض في الصفحة الاولى صورة حصرية لطلوع العتلة من البير. يا سلام. اسمع، في عصير؟ خلص من بدري، خلص الشباب اللي قاعدين دير كلهم. الشابة الصحفية هندي فرح تتفوق على كل القنوات وتلتقط صورة للطلوع أداة الجريمة من البير مباشرة. اسمعني، أنا عايزك تجهز الكاميرا وناخذ مكان حصري قبل ما الخبر ده ينتشر والناس تعرف، أوكي؟ تمام. ماشي يا حبيبي. ها؟ ماشي وين؟ ماشي وين سايب الكاميرا؟ يا اخي ما تخليك مع الكاميرا على كده، ما تضيع لنا صبورنا. ساكت يا اخي، مش ارجع ارجع يا اخي. يا استاذ الكاميرا مربوطه قدام البير وجاهزه، تعني شنو الحاصل يا اخي؟ يعني يا حازم الكاميرا حتعمل ريكورد برا؟ ولا حنقول لهم عيدوا لنا المشهد بتاع مرق العتله من البير؟ ها؟ لانه حازم ده مشغول. مش امشي امشي عليك الله، امشي ارجع امشي ارجع عليك الله. لا حول ولا قوه الا بالله يا طيب. تمام، برافو عليك، ممتازة. تمام. هلو، طلع اجروا اجروا اجروا. ها ها اجروا. جوتو بيشن، المفروض نمشي نشوفه. المفروض نمشي نشوفه. ما تمشي تشوفه برايك يا اخي. براي لا اكثر. قدرتك ما جربتها طول عمرك دي تكون مخزنه في حته جواك وانت ما جايب خبرها، ناسيها. فتشها يا اخي، فتشها بتلقاها. ما تخلي الاحداث تتحرك وانت برا منها. امشي وقول كلمتك. انا ما خايف منهم، انا حامشي عليهم. ايش معنى اي زول فيهم عارف نفسه عايز يعمل شنو بالضبط؟ ايوه ايش عليهم؟ ايوه انا Thank you.
تفضل يا حمدي. تفضل يا حمدي، تفضل. خش خش. خش وين؟ خش. أنا بشرح لك، خش. تشرح لي شنو؟ أصل الموضوع عنده علاقة بجريمة قتل. أيوة تعال تعال. جريمة قتل؟ زاهر؟ أنا ذاتي استغربت، لكن أنت ما شفت بيته كيف؟ ولا شكله عامل كيف؟ أنا مضطر أوقفه من الرحلة جاية، ما مستعد أجاسف بأرواح الناس. بعدك نشوف اللي بيحصل شنو. السلام عليكم يا كابتن. تفضل. كيف يا كابتن؟ كيف أحوالك؟ كيف الأخبار؟ دي العتلة مش؟ أي والله دي هزات العتلة. الله يتعبنا تعب نحن عشان نطلعها، حسبتنا عذاب. وين زور رواب بيتي؟ هم داك قبضنا وعجوة. ممكن يتكلم معه؟ تفضل. عارف يا طارق يا أخي الناس هنا أخبارهم شنو؟ لا هنا الأحوال هذا، لأن هنا الأحوال هذا لا جدا جدا عادي. يا زول أنا بعرفك. لا أول من هم يصلونا إحنا بنخلص خلاص. أنت عارف حضر الصول على حسب فتر معامل الجناية إنه العتلة دي ما العتلة المقصودة في تنفيذ الجريمة. يعني دي ما العتلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة؟ معناه في عتلة تاني في نفس البيت. بكره نادي وعلى احضر بكره.
تروح تروح.